نحييكم من قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة. هنا تحديداً كان للتاريخ صولات وجولات في ربوع مصر، فمن هذه القلعة أطلت القاهرة على التاريخ، وشهدت هي ومسجد محمد علي باشا شهدان انطلاق نهضة مصر الحديثة عمرانياً واجتماعياً وعسكرياً. من عبق التاريخ ننظر إلى الحاضر ونتطلع إلى المستقبل، نتحدث عن مصر، الدور والمكانة، الموقع والتأثير، التحديات والإمكانات. مصر التي ساهمت بقوة في تشكيل ملامح منطقة الشرق الأوسط تقف اليوم عند مفترق طرق، وربما كانت عتبة التغيير هذه بداية لانطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل يزيل آثار عثرات عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين ويتجاوز خطايا عقود أخرى مضت، لتبدأ مصر صفحة جديدة تستعيد فيها دورها الريادي سياسياً واقتصادياً وثقافياً، دور تتطلع إليه المنطقة بالقدر نفسه الذي تهتم به مصر وقيادتها وأهلها وناسها. حول تحديات المستقبل بالنسبة لمصر تدور هذه الندوة. دعونا أولاً نرحب بضيوفي هنا في هذه الندوة. معنا المفكر والخبير الاستراتيجي السيد ياسين، أهلاً وسهلاً بك. أهلاً وسهلاً. معنا أيضاً سعادة السفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة، أهلاً بك. أهلاً بك. أهلاً. أهلاً أيضاً معنا السفير سعادة السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أهلاً بك. أهلاً بك. وأيضاً معنا الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون، أهلاً بك أيضاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً. بدايةً هذه الانتخابات الرئاسية هل يجب أن تكون بداية جديدة تجب كل ما قبلها، أم أن تركة التاريخ القديمة ستجد نفسها أيضاً خلال الحقبة القادمة وستفرض نفسها على هذا المستقبل الجديد؟ هذه بداية جديدة لمصر، وهذه البداية لابد أن تعتمد على الإيجابيات التي حدثت في المراحل السابقة وتنفي السلبيات الظاهرة التي كانت موجودة في المراحل المختلفة. هذه البداية الجديدة من وجهة نظري لابد أن تعتمد بعد انتخاب الرئيس الجديد أيا كان على وضع رؤية استراتيجية لمصر. الرؤية الاستراتيجية بحسب التعريف هي سياسات مصر في 20 سنة القادمة في مجال العلاقات الدولية، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في مجال الثقافة. هذه الرؤية الاستراتيجية لابد أن تعتمد على رؤى استراتيجية وضعتها كتائب بحثية مصرية من قبل. هناك مشاريع موجودة، ومن هنا أتصور أن الرئيس الجديد لابد أن يعقد مؤتمراً يجمع عقول مصر المبدعة من كافة الخبراء في كافة التخصصات لوضع هذه الرؤية الاستراتيجية، وأن يعقد حولها حواراً مجتمعياً وتصبح بعد ذلك ملزمة لكافة الوزارات، حتى نتلافى سلبية أن كل وزير يقدم على سياسة جديدة تختلف عما سلفه. هذه الرؤية الاستراتيجية أعتقد يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمصر الجديدة. لكن اسمح لي هنا أن أعقب سريعاً، هناك من يقول بأن الرئيس القادم ربما سيواجه مشكلة كوادر جديدة وأنه سيضطر إلى العمل مع كوادر قديمة بنفس ربما عقلياتها القديمة وثقافتها لأنها الأقدر على فهم البيروقراطية هنا. ألن يشكل هذا تحدي لمن سيأتي في المرحلة القادمة وهو يتطلع إلى المستقبل؟ أنا لا أفرق بين كوادر قديمة وكوادر جديدة. أنا يهمني في الكوادر التي سيستعين بها الرئيس أن تكون لديها رؤية وخبرة عملية وقدرة على النفاذ للمستقبل. الكفاءة هي الأساس، والرؤية للمستقبل هي أساس، بغض النظر كوادر قديمة أو جديدة، شابة أو غير شابة، مش دي قضيتي. حسن اختيار الكوادر والخبراء أعتقد مهمة الرئيس الجديد، بس أهم من ذلك لابد من إعادة تنظيم الدولة. نعم. ولا بد من إنشاء مجالس عليا للتخطيط الاستراتيجي في كافة الفروع، تضع السياسات،
التي تنفذها باقي الوزارات. سعادة السفير عبد الرؤوف، برأيك الآن دور مصر إقليمياً ودولياً، هل يمكن استعادة دور الريادة إقليمياً على الأقل خلال فترة قصيرة؟ هل الأولوية يجب أن تكون للرئيس القادم الوضع الداخلي أم السياسة الخارجية برأيك؟ هو طبعاً الوضع الداخلي والسياسة الخارجية وجهان لعملة واحدة. الرئيس القادم لابد أنه سيتعامل مع هذه المشكلات كلها في نفس الوقت، طبعا طبقا لرؤية استراتيجية كما تفضل أخي وصديقي الدكتور سيد ياسين، ولكن ستلعب السياسة الخارجية دورا هاما جدا. مصر محاطة بمشاكل أمنية على الحدود، مشكلة مع ليبيا، حدود أكثر من 1000 كيلومتر. ليبيا وضعها يعني إحنا نعرفه كلنا شكله إيه، الوضع في سيناء، الوضع أيضا بالنسبة للسياسة الخارجية، الوضع الخطير اللي إحنا بنقابله في موضوع سد النهضة مع إثيوبيا، مع القرن الإفريقي وما يجري في القرن الإفريقي. في السياسة الخارجية، السياسة الخارجية هتلعب دور رئيسي جدا. وعبر التاريخ، السياسة الخارجية لمصر كانت هي المحور الرئيسي في النجاح أو الإخفاق فيه. التعامل مع المشكله الاقتصاديه بيحتاج سياسه خارجيه تلعب دور سياسه خارجيه. أكيد. مشكله الامن اللي احنا بنشوف ايضا السياسه الخارجيه، والتعامل مع الدول الاخرى يعني الدول الكبرى طبعا مهمه جدا، والمنطقه العربيه، المنطقه العربيه على وجه التحديد. مصر النهارده لاول مره بتجد ان هذه المنطقه هي المنطقة التي تساندها، والتي يعني هي تساند مصر كما أن مصر تساندها، لأن المنطقة العربية في حد ذاتها فيها إشكاليات كبيرة. طيب سعادة السفير جمال بيومي، أيضا الملف الاقتصادي ملف مهم. هناك من يقول بأنه الاعتماد أيضا على الخارج لدعم الاقتصاد المصري هذا شيء مهم، سواء من الدول الصديقة، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لكن هناك من يقول بأنه لا، في الداخل محاربة الفساد قد توفر لمصر الكثير من الأموال وإعادة الهيكلة الإدارية. برأيك من أين يمكن الانطلاق من أجل تحسين الملف الاقتصادي مستقبلا؟ لا مفر من الانطلاق من نقطة واحدة لا بديل له، أن يقوم كل منا من مقعده وكنبته ويعود لعجلة الإنتاج. لا خارج ولا داخل سينقذك إلا ما حك جلدك مثل ظفرك. وعندي كل المبررات أن أقول أن مصر ليس لديها مشكلة اقتصادية كبرى، وإنما لديها مشكلة اختيارات سياسية هامة. والدليل أنا من سنة 90 بناء على برنامج إصلاح اقتصادي وطني عاقل قوبل بضمانات من مختلف الشركاء والصندوق والبنك وغيره بمساندة، والواقع أن مصر انطلقت من سنة 90 إلى الآن بمعدلات نمو لا بأس بها بالمرة. حدث في سنة 97 الأزمة الآسيوية أثرت على العالم كله، ثم في 2008 الأزمة العالمية أثرت مرة أخرى، لكن شاهد صندوق النقد الدولي بعد 2008 أن مصر عبرت هذه الأزمة بأفضل مما كان متصورا، لأنها ظلت هي الملاذ الآمن للاستثمار دون التلاعب الذي حدث في كل الدوائر المال العالمية. أستطيع أن أقول لغاية قيام الثورة أن مصر كانت تنطلق بمعدل أكثر من 7% نمو، ولو استمرت مصر على هذا المنوال لعشر عشرين سنة أعتقد أن كل مشاكلك الاقتصادية بما فيها مشاكل السكان والطبقات المطحونة ممكن أتحل. إنما كان عندي مشكلة لابد أن أعترف بها، وهي ده أحد أسباب قيام الثورة، أنك تنطلق في الإنتاج والنمو ولا يوجد عدالة في توزيع هذا النمو. سنتحدث أمامي مشكلتين، عدم عدالة توزيع الدخل، ثم ما أشرت إليه من فساد، لكن أنا أرجو ألا نبالغ في مسألة أن الفساد والحد الأقصى للأجور هو ده اللي يقوم مصر. سنتحدث في المشاكل التي فعلا أدت إلى هذا الوضع في الجزء الثاني. أستاذ عبد العزيز،
دور مصر يعني في الفنون والثقافة في الفترة الأخيرة شهدنا بعض التراجع، ربما صار حتى في منافسين الآن في الساحة من سوريا من تركيا من غيرها. برأيك هذه الانطلاقة السياسية الجديدة هل يمكن أن يكون لها انعكاس على المشهد الثقافي بنوع إيجابي برأيك؟ مطلوب من مصر إنها تلعب دورها اللي التاريخ حدده لها واللي التاريخ بيطلبه منها والجغرافيا أيضا بالمشروعات التنموية الكبرى. هذه المشروعات التنموية الكبرى اللي هتخلق لنا مصر أخرى جديدة موازية لمصر الحالية، إن مثلا الدلتا في حالة يعني في حاجة إلى إنقاذ عشان ننقذ الدلتا بالخروج من الدلتا إلى الصحراء المجاورة، مشروع الدكتور رشدي سعيد أو مشروع الدكتور فاروق الباز. هذه المشروعات التنموية الكبرى لا يمكن إنها تنمو أو تحصل دون شباب واعي ومعد علميا وثقافيا. عندنا أعداد كبيرة جدا من الشباب، يعني في نسبة السكان تصل نسبة الشباب إلى نسبة عالية جدا. هؤلاء الشباب لابد أن يحصل فيه عملية بناء وإعداد ثقافي ليهم. احنا محتاجين مشروع معرفي وثقافي يمشي بالتوازي مع التعليم. طبعا التعليم لابد أن يحصل فيه عملية إصلاح لمنظومة التعليم يوازي هذه العملية التعليمية. المشروع الثقافي المعرفي اللي مفروض يكون في ربوع مصر في جميع قرى وأحياء وشوارع المدن المصرية علشان الشاب اللي تحتاخده في يؤدي دوره في أي مشروع تنموي كفاءته وعطاؤه وقدراته ترتفع. أيضا أنت بتنقذ هؤلاء الشباب بالثقافة وبممارسة الفنون والأداب وتلقي المعرفة، بتنقذهم من التطرف والتعصب. مصر في حاجة في المستقبل، يعني خلينا نكون متفائلين، في حاجة إلى مشروع ثقافي ومعرفي شامل وواسع. السيد ياسين أعود إليك هنا، هل المشاكل التي عاشتها مصر في السابق في العقود السابقة والتي أدت إلى ضعف الدولة وانكماش الاقتصاد وتراجع السياسة، هل يمكن أن تعود وتطل برأسها مجدداً على المشهد في المستقبل؟ ما هي هذه المشاكل التي أدت إلى تراجع مصر في الحقبة الماضية والتي يجب تجنبها؟ أعتقد المشكلة الحقيقية في عهد النظام السابق البطء الشديد في تحقيق الإصلاح السياسي. كان في ضغوط للإصلاح السياسي، ضغوط من الداخل ومن الخارج. النظام السابق تباطأ كثيرا في تحقيق هذا الإصلاح السياسي، مع أن مطلب الديمقراطية أصبح مطلبا عالميا. انتهت المسألة، شعار المرحلة التاريخية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مسألة أساسية. النقطة الثانية الهامة اللي ذكرها سيادة السفير جمال بيومي، معدلات الدخل القومي كانت كبيرة قبل الثورة، ولكن كان في عدم المساواة كان كبيرا في نفس الوقت. كان في فجوة طبقية كبرى بين الأغنياء والفقراء، في منتجعات وفي عشوائيات، في أمية سائدة، في 25 مليون ونص تتخطى الفقر. أعتقد دي الأسباب الحقيقية التي بالإضافة إلى موضوع الديمقراطية التي أدت إلى الثورة. كيف يمكن للنظام الجديد إن صح التعبير أن يواجه هذه المشكلات؟ أنا أعتقد نحن على أبواب معركة تنموية كبرى. لا يستطيع الرئيس الجديد أيا كان أن يواجه هذه المشكلات بمفرده. مطلوب تعبئة اجتماعية جماهيرية، مطلوب تدعيم ثقافة الإنتاج، احترام الوقت، الإنتاجية، احترام الكرامة الإنسانية، العدالة في توزيع الدخل القومي، كلها تحديات حقيقية تقف أمام النظام الجديد. سنتابع في الجزء الثاني الحديث عن أسباب التدهور في السابق، نطل بشكل سريع على التاريخ حتى نعود مرة أخرى ثانية إلى المستقبل. فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذه الندوة من القاهرة.
أهلا بكم مجددا إلى هذه الندوة من القاهرة. كنا نتحدث في الجزء الأول عن الأخطاء التي حدثت في الماضي والتي أدت إلى الأزمة، كيف يمكن تجنبها. سعادة السفير عبد الرؤوف، كيف تراجع الدور المصري لنقول إقليميا حتى من قائد القومية العربية، أهم من يدافع عن القضية الفلسطينية، تراجع حتى شهدنا مفاوضات إسرائيلية فلسطينية غابت عنها مصر، غابت عنها مصر بشكل قوي، سد النهضة وأفريقيا نسيتها مصر. كيف حدث هذا التراجع الكبير في التأثير الإقليمي للسياسة الخارجية المصرية؟ لا، هو حصل طبعا تراجع وحصل إخفاقات وحصل يعني طبعا الفترة بتاعت الفترة الناصرية اللي كان فيها فكرة القومية العربية وحركة التحرر الوطني العربي وحركة التحرر الوطني الإفريقي والدور الرئيسي اللي لعبته مصر في هذا، ولكن في شك ان حصل هزيمة 67 دي كانت أثرت كتير على دور مصر، ولكن مصر قدرت انها كانت موحدة رغم الهزيمة، كان الشعب المصري موحد وكله على قلب رجل واحد وكله مصمم على ان يستعيد الارض. الفترة اللي حصل فيها تراجع للأسف الشديد اكتر هو الفترة الاخيرة، فترة مبارك. يعني هذه الفترة حصل يعني جمال اتكلم على ان سنة 90 فعلا احنا واحنا في واشنطن قدرنا نلغي الديون اللي كانت على مصر، ومصر قدرت في خلال شهور انها تجمع 17 مليار دولار. عملنا اتفاق اصلاح اقتصادي سنة 91 كان مهم جدا، وتم فيه علاج حاسب لموضوع الطاقة، وألغي دعم الطاقة، ومشيت مصر جيدا. لكن لعدة سنوات حصل بعد كده التراجع. حصل التراجع إذا أنا في رأيي غياب الديمقراطية كانت الديمقراطية ما هي إلا أشكال، ما هي إلا ديكور، ولكن لم تكن هناك، بدليل مثلا على سبيل المثال موضوع تصدير الغاز اللي كان بيصدر بأقل بربع قيمته الحقيقية في السوق العالمي، كيف حدث هذا؟ يقال لك أن الاتفاقيات التي تعقد التي تعقدها مصر اتفاقيات سرية على مجلس الشعب. يعني كيف أن مجلس الشعب لا يستطيع أن يناقش مثل هذه الاتفاقيات؟ فهو وبعدين القيادة نفسها كانت قيادة متراخية وتعبت 30 سنة. فهنا نقول الديمقراطية مرة أخرى. الديمقراطية سعادة السفير، يعني الديمقراطية يعني طول مدة الحكم، حكم الرجل الواحد. هنا أنتقل إلى سعادة السفير جمال، أين غاب دور المؤسسات في تلك الفترة؟ مصر دولة كبيرة، دولة مؤسسات، كيف كان دور الرجل الواحد في السياسة وغياب الديمقراطية أثر إلى هذه الدرجة؟ ألم يكن هناك دور لهذه المؤسسات تصحح، ترشد، تنصح؟ ده هو أنا بعتقد عن يقين إن اللي جاعل مصر تعيش الآن طوال ثلاث سنوات الأخيرة دون قيادة هي المؤسسات البيروقراطية المصرية بالمعنى الحميد للكلمة، في الوزارات والدواوين والحكومة المصرية، رغم أنها مترهلة قليلا لكثرة العدد، مخلية البلد تمشي مع ميلاد 7.5 مليون مصري في 3 سنوات الثورة، فدي نقطة مهمة. إنما دعني أقول أنا إلى حد ما مش لا أقبل قصة دور مصر يتراجع أو يتقدم، لأن مصر بالحجم بتعداد السكان أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، تاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، أكبر جيش في المنطقة، ما تقدرش تتلافاه. فدور مصر يحدث عندما مصر تريد أن تقوم بالدور. إنما كما أشار السفير الريدي، أنت حدث لك بعض التطورات أهمها حادثة أديس أبابا عندما محاولة الاعتداء على الرئيس السابق مبارك، حصل لنا بقى نوع من النفور من إفريقيا، ثم حدث كبر السن
فكبر السن في القيادة انتقل إلى الأداء، وأنا عاوز أشهد شهادة حق، وأنا يعني كنت داخل المطبخ السلطة التنفيذية، أنا لم أجد أي صعوبة أبداً طوال الوقت حتى سنة 2000 أن أتخذ ما أشاءه من قرارات، وقرارات مهمة جداً في معاهدات دولية وغيرها، طالما أني بعرض عرض جيد على رئاساتي المباشرة. خد مثال جيد في ذهني عشان أوريك القيادة العليا ابتدت تترهل. دور مصر في معاهدة منع الانتشار النووي والدور الرائد اللي قام به وزير خارجية مصر في حينه عمرو موسى، حدث نوع من إما الغيرة أو إن ما تجلب لناش دوشة، ومصر اللي بإرادتها في قيادتها هي اللي أطفأت الأنوار وقللت من قدرتها على الحركة. أنت أشرت حاجة مهمة قوي، إزاي يبقى في مفاوضات إسرائيلية فلسطينية في غيبة مصر؟ طب هل تجرؤ قيادة فلسطينية أن توقع أي اتفاق مع إسرائيل دون أن يأتي رئيس فلسطين ليحصل على بركات مصر لا من ياسر عرفات يعني وما بعد؟ موجود، لكن مصر يعني هي التي الشعب الفلسطيني غيبت هذا الدور في لن الفترة الأخيرة. يقبل باتفاق الله يكون تحت رعاية مصر وضماناتها. فإذا الدور موجود، أنت بتحب تطفئ الأنوار ولا تدير الأنوار؟ هي دي المشكلة. أقول هذا لكل من يفكر أن تراجع دور مصر ده علامة ضعف، لا لا لا، هي مصر موجودة صحية ستقوم بدورها متى شاءت، وهنا دور القيادة القادمة. طيب أستاذ عبد العزيز، هو فعلا الدور موجود ويمكن أن يستنهض في أي لحظة، ما رأيك أنت في الحديث عن غياب الديمقراطية وزيادة عمر، حتى عندما كنا نتحدث سابقا بقاء الوزير لسنوات والسنوات في المنصب، و أن يكون دائما سواء وزارة أو رئاسة كلها منوطة بقرار رجل واحد؟ إذا كنا في الندوة دي بنتكلم على المستقبل، فالأهداف احنا بناخد شوية من الماضي ورايحين على المستقبل. الأهداف الاستراتيجية الكبرى اللي تفضل بعرضها الأستاذ سيد ياسين، هذه الأهداف الاستراتيجية الكبيرة اللي تخلينا ننفتح على المستقبل ونتقدم للأمام، لا يمكن أن في دولة تتبناها وتطبقها أو تسعى إلى تطبيقها بدون عقيدة سياسية وبدون رؤية عشان تتبنى هذه الأهداف وتحققها، أيضا بدون حياة حزبية صحيحة وسليمة وفيها حرية وفيها ديمقراطية، وبدون إعلام يعني لا يسيطر عليه الهوى أو التضليل أو طمس الحقائق، لن يحدث أي خطوة للأمام أو أي نوع من أنواع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف اللي احنا كلنا بنطمح ليها بعد قيام الثورة. كلنا عندنا طموحات وعندنا أمال أن يحصل فيه تغيير في منظومة التعليم، يحصل فيه عدالة اجتماعية، يحصل أن مصر تلعب دورها الإقليمي ودورها الدولي. كل هذه أمور متشابكة ومرتبطة ببعضها ومتصلة ببعضها. طيب أعود لك سيد ياسين، هنا تحدثت قبل قليل والسادة أيضا أشاروا إلى ضرورة العمل الجماعي والإنتاج الجماعي والوفاق، حتى ما قلت ما ذكرته عن ربما مؤتمر يجمع الجميع من أجل وحدة أو فكر مستقبلي. كيف يمكن أن يحدث هذا والشارع منقسم مستقطب بشكل كبير الآن في مصر؟ هناك مشكلة التوازن أو إحداث توازن بين الأمن والحريات مثلا، يعني تحدي كبير بالنسبة للرئيس القادم. هل من المفترض في المستقبل أن يتم التعامل مع الحريات والأمن كما كان يتم التعامل في السابق، مثلا أن الحريات لها حدود محددة لكن الأمن أولا؟ كيف يمكن إحداث هذا التوازن برأيك في المستقبل بمنظور جديد؟ والله أنت بتطرح مشكلة أساسية. أنا بفرق دائما بين الثورة والفوضى. هناك فروق في غوغائية في الشارع المصري لا شك في ذلك. مسألة الحريات، فيش حريات مطلقة في العالم، الحرية يحدها القانون، وعشان كده الاعتراض على تنظيم التظاهر بالغ الغرابة، أن يجتمع مجموعة من شباب من الناشطين السياسيين ويتحالفوا مع الإخوان المسلمين للاعتراض على القانون.
ما فيش دولة في العالم فيها مظاهرات فوضوية زي مصر إطلاقا. لم يكن هناك بد من صدور قانون لتنظيم الظاهرة. الفوضى العارمة دي باسم الحرية بالغة الخطورة. الفترة القادمة مطلوب فترة هدوء لالتقاط الأنفاس وتنظيم القوى السياسية لنفسها. مطلوب نوع من النقد الذاتي، أن تعترف الأطراف المختلفة بأخطائها الجسيمة، سواء كانت أحزاب قديمة أو أحزاب جديدة أو ائتلافات ثورية أو نخبة إعلامية. في فوضى إعلامية كمان في البلد، مفيش التزام بالمهنية، لأن المهنية معناها أن تعرض الرأي والرأي الآخر بموضوعية، ولا تنحاز مسبقا لموقف معين، ولا تنافق شباب الثوار على حساب مصلحة البلد. دي مسائل أساسية. الفترة القادمة مطلوب إعادة تنظيم المشهد السياسي المصري. طيب سعادة السفير عبد الرؤوف، في فترة من الفترات أيضا في القرن الماضي كنا نقول دائما، وفي مصر كان يقال أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة، هناك معركة أساسية، هناك دور قومي أساسي، ثم تأتي الحريات، ثم تأتي الديمقراطية، ثم يأتي، وبقيت كثير بمشاريع متأخرة. هل يمكن أن نعود إلى نفس هذه الدائرة المغلقة المفرغة من جديد؟ هل يمكن أن تقع مثلا في نفس الفخ؟ لا بصراحة أنا أعتقد يعني حكاية لا صوت يعلو على صوت المعركة، على صوت المعركة ده كان شعار، يعني في رأيي أنا إنه كان لم يكن شعارا صائبا، كان لأن هناك قيمة معينة تحكم البلد أو يجب أن تحكم البلد، وهي قيمة الديمقراطية والمساءلة. إنما أنك تقول لا صوت يعلو على صوت المعركة عشان بعد كده يعني لا تناقش ولا 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 تخضع للمساءلة والمحاسبة، أعتقد أن هذا خطأ. وأنا أرجع وأقول إنه الديمقراطية وحكم القانون هو شيء أساسي جدا. وإذا كنا بنشتكي من الفوضى اللي الناتجة عن إن المظاهرات بتطلع في الجامعات وإن في مش عارف إيه، وفي هذه الفوضى، هو حكم القانون. حكم القانون والديمقراطية هي الأساس. حكم القانون هو الأساس. إذن سنتحدث أكثر في الجزء الثالث والأخير عن بعض التفاصيل في الانطلاقة الجديدة لمصر بعد الانتخابات. فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال الجزء الثالث من هذه الندوة. أهلا بكم مجددا إلى هذه الندوة، مصر وانطلاقة نحو المستقبل. سعادة السفير جمال، كنا نتحدث عن ضرورات المستقبل والقيادة الجديدة وأولوياتها. تحدثنا عن موضوع الاستقطاب في الشارع، الانقسام في الشارع، الحريات كما تحدث السيد ياسين قبل قليل، وتحدثنا أيضا مع سعادة السفير عن بعض الشعارات التي تم سوء استخدامها في الماضي. برأيك القيادة الجديدة التي ستنتخب الآن، هل عليها أن تقوم بإرسال رسائل تطمين لبعض شرائح المجتمع التي قد تشعر بأنه هذه الانطلاقة ليست انطلاقة نحو المستقبل، وإنما انطلاقة نحو ربما الماضي بشكل مختلف في المستقبل؟ لا، يعني لابد من قيادة جديدة أن تطمئن كل عناصر هذا الشعب أن هتاخد حقك. إنما هي مسألة كده، أنا بقول لك ما عنديش مشكلة اقتصادية، أنا عندي مشكلة أولويات سياسية. كيف نريد لمصر أن تحكم في 20 سنة القادمة؟ دولة هي التي تقوم بالإنتاج وتنتج الرغيف العيش والملابس والسكن، أم دولة تقوم على المبادرة الفردية وآليات السوق مع رقابة اجتماعية؟ 2، هاخد من الدكتور سيد ياسين مسألة فعلا، إذا كنت عاوز دولة القانون، القانون مش بس أنه يبقى حقك في التظاهر، وإنما التزامك بأن تتظاهر واقفا على الرصيف. وأنا لو أقول لك أنا شخصيا المرار اللي رأيته في 3 سنين الأخيرة، لأن مكتبي قرب ميدان التحرير، وإن أحيانا بيحصل تجاوزات كثيرة من الأطراف من الاثنين. الحاجة الإعلامية اللي يعني شوية ألفت النظر إليها هو اتجاه غير حميد للاستعداء، استعداء الطبقات على بعضها البعض، وأن الغني أكل حق الفقير،
وبعدين ما عنديش الى الان في الثلاث سنين قضيه واحده حكم فيها بان كان في يعني في طبعا فساد حدث، انما مش بالشكل المبالغ فيه، وان الغني ده غول ظالم اكل حق الفقير. لا، لازم نشتغل كلنا برضو. استعداء القديم على الحديث على القديم، الشباب يعني احد الوزراء بيقول لي لما اجيب واحد عنده 20 سنه اعمله نائب وزير مثلا، يعني هل ايه المطلوب؟ ليه حكايه العداء ضد القديم؟ انت محتاج القديم، لكن انت حضرتك بتقول حل هنبتدي مع نفس النظام. هو حد فينا كان ما شاء الله يعني في فئه الخونه كل الجيل القديم اشتغل والجديد بيطلع، وانا يعني بفخر بالشباب على فكره. لكن القديم سعاده السفير يعني اعتاد طوال فتره طويله على اسلوب معين في العمل، على عدم النقاش، عدم الاحتجاج، عدم النصيحه، يعني هذه صعب تتغير. السيء في القديم هو انك بتسيب وزير يقعد 25 سنه فعينه بتاخد على اللون الرمادي خلاص مش عاوز يغير، ده الغلط. انما القيادات تتجدد، ما فيش مشكله. في المانيا انا قابلت وزير البحث العلمي عنده 37 سنه، مش لانه عنده 37 سنه وانما لانه كان مرشح لجائزه نوبل في الطبيعه. دي القصه. فاستعداء طبقه على طبقه، القديم على الحديث، ده ما لناش في مصلحه. فبالتالي الرئيس القادم عليه ان يقول الكل سيحصل على حقه. انما السؤال، انت الان وانت في داخل بتخرج من ازمه اقتصاديه، ما هي اولويتك، زياده الاجور ام زياده الانتاج؟ طيب بس طيب، هذا فيما يتعلق بالقياده الجديده وضروره اعطائها تطمينات لشرائح المجتمع. استاذ عبد العزيز بخيوم، برايك الشباب هنا في الذي ثار والذي خرج، الى اي مدى ممكن ان يعطي القياده الجديده فرصه؟ صبر الشباب قليل يعني. شباب يعني المستقبل، برضه هنتكلم عن نرجع للمستقبل وشروط قيام هذا المستقبل. لن يكون هناك مستقبل أو أي مشروعات كبرى بنطمح إليها دون أن يكون هناك وفاق قومي أو الوئام زي ما عملوا في الجزائر، قالوا الوئام. وعندنا تجارب العالم، جنوب أفريقيا، شوف جنوب أفريقيا عملوا نوع من الحساب والمصالحة. احنا محتاجين هنا تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، لازم ناخد العملية دي بجدية. المجر برضو حصل فيها شيء من هذا يعني. فعشان الشباب يشتغل بروح جيدة جدا لازم يحصل هذا الوفاق القومي، العدالة الانتقالية. أيضا ما أجيبش أنا شباب عاطل من أي موهبة، لم يحصل على تعليم جيد، الوسط اللي هو عايش فيه تنعدم فيه الثقافة والفنون والآداب، وأنا أحطه في أتون العمل. لا، هذا الشباب أيضا لازم يعد إعداد جيد وأوفر له المناخ الملائم عشان يطلع عنده قدرات وعنده كفاءة يشتغل في هذه المشروعات التنموية الكبرى اللي احنا كلنا بنحلم بيها. طيب سيد ياسين، هنا فعلا الكثيرون يتساءلون عن دور الشارع في المرحلة القادمة. كثير من الناس الذين كانوا فاعلين على الأرض فشلوا في أن يظهروا سياسيا من خلال أحزاب ومشاريع قوية. كيف يمكن، هل يجب توجيههم أم يجب انتظار أن يثبتوا أن لديهم من الوعي السياسي ما يمكنهم من إنشاء أحزاب قوية فاعلة على الأرض؟ كيف نستفيد سياسيا من هذا الحراك الشبابي والشعب؟ احنا عندنا خبرة عملية. بعد ثورة 25 يناير وانفض الشعب المصري، ما هذه ما كانتش ثورة الشباب، الشباب قاموا بإشعال فتيل الهبة الجماهيرية التي تحولت إلى ثورة شعبية بانضمام ملايين المصريين إليها. نعم كويس. بعد 18 يوم الأولى انفض الناس، واكتشفنا في حوالي 200 ائتلاف ثوري تشرذم الشباب الذين شاركوا في الثورة. دي مشكلة حقيقية وسلبية. عندنا في مصر 75 حزب سياسي، فوضى عالمة، فيش كده في العالم. كويس. المشكلة الحقيقية ازاي مسألة الشباب والقدام، دي مسألة غريبة شوية. المطلوب إعداد القيادات. كان في الفترة الماضية عندنا معهد إعداد القادة، مش حكاية شباب والشباب، وكان في مركز قومي للإدارة العليا ده أيام عبد الناصر، وخرج قيادات القطاع العام. التدريب مسألة أساسية. القوات المسلحة عندها نظام، لا يمكن ضابط يترقى من مقدم لعقيد بدون ما يمر بفرقة تدريبية حتمية ويحاسب على ذلك.
ما عندناش ده في النظام المدني للأسف. ممكن موظف يتعين درجة سادسة بوكيل وزارة بدون أن يمر بأي مرحلة تدريبية. العالم يتغير وفي ثورة معلومات وفي إنترنت وفي أساليب إدارة جديدة. الحكاية مش حكاية شباب وشيوخ، مش دي القضية. هل أنت جاهز لملء هذه الوظيفة أو لا؟ هل أعددت نفسك أو لا؟ هل قدرت أنك ترتبط بالثورة المعلوماتية في العالم؟ هي دي القضية. النقطة الأساسية والنصيحة الذي ينبغي أن تعطى لهؤلاء الناس، كيف تتوحد الأحزاب ذات الاتجاه الواحد في حزب كبير؟ أحزاب الليبرالية في 14 حزب ليبرالي و15 حزب ثوري، ده لن يؤدي إلى نجاح الديمقراطية المصرية. سعادة السفير عبد الرؤوف، فيما يتعلق بالتحديات الخارجية، مصر الآن لديها موازنة في علاقاتها الخارجية، لديها علاقات الآن قوية مع موسكو، علاقات جيدة وخلافات ربما مع واشنطن، هناك تحدي بأن الإرهاب، تواجه مصر الإرهاب. كيف يمكن أن تواجه القيادة الجديدة هذه التحديات الخارجية دون العودة إلى مقولة أنه العالم كله ضدنا وإحنا يعني مش قادرين نتحارب؟ هذه المقولة غير صحيحة، يعني العالم كله ضدنا، هذا غير صحيح. في طبعا بعض البؤر التي تعمل ضدنا من غير ما نسميها، ولكن هذا لا يعني أن العالم كله ضدنا. بالعكس، مصر بقيمتها وبموقعها وبإمكانياتها وبتاريخها وبثقافتها وبدورها، سواء دورها كدور الأزهر والدور الديني والدور الثقافي والدور الفني إلى آخره، العالم يتطلع إلى أن يكون على علاقة طيبة مع هذه البلد. الرئيس الجديد سيتعين عليه إن هو كيف يمارس وكيف يستفيد من وضع مصر كدولة في النهاردة. العالم العربي النهاردة يتآلف، يعني يحتضن مصر في الظروف الصعبة اللي هي فيها، موقف دول الخليج، واخد بالك، مع أفريقيا. النهاردة مصر بتستعيد دورها في أفريقيا، وبتقدر تقول بالتدريج ولكن بشيء واضح وملموس. فالنهاردة العالم الإسلامي، احنا ناسينا تقريبا العالم الإسلامي، مع انه العالم الإسلامي ده ايضا مهم، وخاصة في الظروف الحالية. فما الرئيس القادم وهو جاي من خلال انتخابات ومن خلال خريطة الطريق سيستطيع انه يستخدم كل هذه الأدوات ليستعيد دور مصر في يعني مواجهة التحديات الضخمة، وأخطرها طبعا إلى جانب الأمن، التحدي الاقتصادي. طيب سعادة السفير جمال بيومي، أيضا أعود إلى موضوع الإرهاب، وهو تحدي فعلا خطير وكبير في مواجهة القيادة الجديدة. إلى أي درجة يمكن أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمعطيات الاقتصادية إذا ما استمر هذا؟ هو أنا حاخد العكس، تفضل. أن النمو الاقتصادي وإرضاء الطبقات التي كانت مطحونة أكبر عدو للإرهاب، لأن الإرهاب بيوظف الفقر وبيوظف أولئك الذين لا عمل لهم. ثم مسألة القوة، أنا بأؤيد كلام السفير ريدي بمسألة أن مصر تستطيع أن تقوى، وقصة أن نظرية المؤامرة أنا لا أؤيدها. المؤامرة محتاجة إلى متآمر عليه يكون ضعيف ويعني أحمق. أنت في عالم لا صالح لطرف قوي في العالم أن مصر تضعف. مصر الضعيفة ليست في صالح العالم، وهذه الرسالة لازم الرئيس الجديد يوجهها العالم، كما فعل الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، ولهم ألمانيا المقسمة لا تفيد العالم، ألمانيا الموحدة قامت بدور عظيم. أنا عاوز أقول أن مصر الموحدة القوية هي دي النقطة. ماذا ستفعل مصر بقوتها؟ إن كنت هتفعل بقوتك أنك تسمع دعاوى بقى نقطع البترول ونقفل قناة السويس، يبقى أنت بتعادي العالم دون مبرر. إنما مصر القوية أن تكون جزء من عملية السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في العالم، هذه الرسالة المضبوطة. في حاجتين بنهي بيهم، تطورات تجعل حكاية روسيا وأمريكا والصين وأوروبا ما أصبحتش الاستقطابات القديمة، انتهت. بعد انهيار حائط برلين صار الجسد الأمني في العالم واحد، وصدرت بضاعة الإرهاب إلينا. 2، روسيا انضمت للجات
المنظمة التجارة العالمية في 2013 اللي جمال عبد الناصر انضم لها سنة 70، شفت الرؤية البعيدة. اتنين، الصين انضمت للجات سنة 2001 اللي احنا انضمنا لها سنة 70. ولا يمكن لروسيا أو الصين أن تكون بديل لعلاقتك بأوروبا والولايات المتحدة. أنت تنفتح على الجميع وتقوى بصلات جيدة مع الجميع. طيب أستاذ عبد العزيز، يعني في الختام هنا نعود أيضا لتحدي الإرهاب، دور الفن، وهل تتوقع أنه في الفترة القادمة ممكن أن يؤثر بشكل أقوى طالما أنه الإرهاب دائما يحاول أن يزيد من جرعته كلما بدأت مرحلة جديدة في مصر؟ هل يمكن أن نشهد تحول في الوسط الفني يكون له دور أقوى في مواجهة ومكافحة الإرهاب؟ بالتأكيد زي ما قال الدكتور جمال، الجانب الاقتصادي والمعيشي مهم جدا في القضاء على الإرهاب أو تكثيف منابع الإرهاب. يواكبه أو يتوازى معه دور الثقافة والفنون والأداب، لأن التعصب والتطرف في الفقر هي دي البيئة الخصبة لصناعة الإرهاب. نعم. فكنا بنتكلم في البداية يعني عن إن لابد أن يكون هناك مشروع ثقافي ومعرفي شامل. ولنا تجربة أيام الوزير المرحوم سارة عكاشة أيام عبد الناصر، الثقافة الجماهيرية، علينا أن احنا نستفيد من هذه التجربة ونطورها. إزاي نشيع الفنون والآداب والثقافة في كل ربوع مصر؟ عندنا أعداد رهيبة جدا من الشباب، شوفهم في الصيف ده بيعملوا إيه. عندنا أعداد كبيرة من السكان في حالة انفجار سكاني تخلو من الأنشطة الثقافية والفنية، فدي تبقى بيئة خصبة للإرهاب والتطرف والتعصب. الفنانين لوحدهم ما يقدروش، لابد يكون في خطة ويكون في برنامج عند الدولة ويكون في استفادة من تجاربنا السابقة زي ما قلت الثقافة الجماهيرية أيام الوزير سارة عكاشة، أو تجارب الشعوب الأخرى زي مثلا كوبا. كوبا عندها تجربة عظيمة جدا في فنون وثقافة في كل شبر في كوبا. في تجربة مثلا في السويد، تجربة اللي اسمها إنجا أونجر في السويد، اسمها النسور الصغيرة. في تجارب في المغرب، الجامعة الشعبية. علينا ان احنا ناخذ من كل هذه التجارب علشان نطلع شباب معد وعنده قدرات ومدرب تدريب جيد. طيب في دقيقة أخيرة ضيوفي، في جملة واحدة سريعا أمر عليكم هنا، كيف يجب أن تبدو مصر بعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أستاذ السيد ياسين، كيف يجب أن تبدو مصر بعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟ مصر ينبغي أن تبدو كدولة ديمقراطية حريصة على تحقيق المساواة بين الطبقات، دولة تنطلق من مبدأ العروبة، والعروبة الأساسية هي أحد المبادئ الأساسية، دولة تحرص على التوازن في علاقتها في السياسة الخارجية بين الدول الكبرى، وأن تعد نفسها للعصر القادم اللي هو يكون عصر تعدد الدول الكبرى. نعم سعادة السفير عبد الرؤوف، مصر يجب أنها تظهر أنها جزء من العالم، أنها متفاعلة مع هذا العالم، هذا العالم الذي يتطور. هناك لم تعد الدول العالم القطب الواحد، في عالم دلوقتي متعدد الأقطاب، فإزاي بتقيم علاقات مع كل هذه الدول؟ وأيضا تبدو كدولة ديمقراطية تحترم حكم القانون وحقوق الإنسان الداخل. سعادة السفير جمال، أفتكر أنا قلت الكلام ده وأنا أؤذن في مالطا منذ شهر ممثلا لرئيس الوزراء المصري. مصر يجب أن تقدم نفسها على أنها فرصة لكل من يتعامل معها. مصر فرصة للاستثمار والتعامل والعلاقات الثقافية والسياسية، ثم مصر درع الأمة العربية بأكبر جيوش الأمة. مصر هي القوة التي تساند كل من يتعامل معها، ومصر ليست مشكلة أمام أحد. طيب أستاذ عبد العزيز، في جملة، المجتمع المتماسك المتجانس الموحد الذي يمتلك مشروع نهضوي قومي هو ده اللي نأمل أن يكون موجود في مصر عشان تعبر إلى المستقبل. إذن شكرا جزيلا لكم ضيوفي في هذه الندوة. أعود وأشكر المفكر والخبير الاستراتيجي سيد ياسين، شكرا جزيلا لك،
أيضا كان معنا سعادة السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة، شكرا جزيلا. وأيضا كان معنا سعادة السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، شكرا. وأيضا كان معنا الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون، شكرا جزيلا لكم. وهنا ختام هذه الندوة عن مصر وانطلاقة نحو المستقبل، شكرا جزيلا لكم.